كنوز علمية متنوعة تزخر بها المكتبة المركزية لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، مخطوطات يعود تاريخها إلى 7 قرون مضت، هي اليوم تراث إسلامي وعلمي تحت تصرف الباحثين وطلاب العلم. تعتبر الجامعة كمركز أساسي في جمع المخطوطات، بحيث تتوفر على 1080 مخطوط تم اقتناءها من عائلات العلماء الجزائريين. أهم ما يشد انتباهك بالمكتبة جناح مخصص لطبعات قديمة ونادرة، أطلق عليه اسم مكتبة الشيوخ. طبعا لماذا سميت مكتبة الشيوخ؟ لأنها هذه الهدايا من شيوخ جمعية العلماء المسلمين، منهم الأموات ومنهم الباقية على قيد الحياة. الحفاظ على هذا الموروث النادر من التلف ورقمنته مسعى خرطت فيه جامعة الأمير عبد القادر، حيث تم رقمنة 546 مخطوطا إلى غاية اليوم. والهدف من رقمنة هذا المخطوط هو هدفين، الهدف الأول هو الأرشيف، والهدف الثاني هو إتاحة المخطوط للباحثين، والهدف الكلي هو المحافظة على هذا الموروث الثقافي ونقله للأجيال القادمة. وتبقى مكتبة جامعة الأمير عبد القادر الزاخرة بالمصادر والمراجع والمخطوطات مكسبا إضافيا للتراث الجزائري.